مظاهرات عقب صلاة الجمعة كالمعتاد، ولكن الاستعداد الأمني لها غير مسبوق. مظاهرات سبقتها دعوات لرفع المصاحف ومقابلة العنف بالعنف للمرة الأولى. لم يزد المشاركون على العشرات وربما المئات، ولكن العنف كان حاضراً في حي المطرية شرقي القاهرة. وفي منطقة عزبة الولدة بحلوان جنوبي القاهرة كانت مظاهرات أخرى بهتافات تمزج بين الدين والسياسة، ربما يكون ذلك بسبب من دعوا للمظاهرات والذين قصروا التظاهر على نصف ساعة فقط عقب الصلاة بعد التأهب الأمني. وعلى جانب الأمن استهدف ضباط جيش في عدة مناطق وألقيت قنبلة على مدرعة للشرطة في الشرقية، مما أدى إلى قتلى ومصابين في صفوف الجيش والشرطة. الاستهداف بالمتفجرات طال أيضاً عدة مناطق، ولكن القوات الأمنية نجحت في تفكيك بعضها وألقت القبض على أكثر من 100 متظاهر، وفرقت مظاهرات في العاصمة وعدة محافظات. أظن بأن الأجهزة الأمنية في الفترة التي عقبت خروج المصلين من صلاة الجمعة قد حققت نقطة إيجابية ونقطة في صالحها بشكل كبير. لم نرى حشودا كما تم الدعوة إليها في معظم محافظات مصر إلا في نقاط محدودة للغاية، على سبيل المثال في منطقة المطرية شرق القاهرة هي من شهدت مجموعة من التظاهرات بالشارع وإطلاق أعيرة نارية. وفي مقابل هتافات تدين النظام المصري الحالي وتصفه بالعسكري، أتت شعارات من مؤيدين للرئيس في ميدان التحرير بالقاهرة وفي الإسكندرية وفي بعض المناطق الأخرى. وبين مناهضي ومؤيدي السلطة في مصر تنوعت آراء الشارع المصري حول التظاهر في هذا اليوم. يعني لما هول العملية والجيش نازل والشرطة على ايه؟ ليه الكذب دوت؟ ليه والناس قفلت وقفوا حل البلد النهاردة وما فيش حاجة خالص؟ حركات كتير جدا كان بتعمل دعوات للتظاهر، هي برضو ما خرجتش عن إطار السلمية. وإن كان رفع المصحف، هنقول كان في دعوات قبل كده في أماكن كتير رفعت صليب ما حدش اتكلم معاه. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سولت له نفسه ان هو يقتل الواحد مسلم مسيحي كافر اي بني ادم في الدنيا. رغم مرور مظاهرات 28 من نوفمبر تشرين الجاري بحشد شعبي وصف بانه محدود، فقد يبقى الترقب لايام قادمه بين الجبهه السلفيه والاجهزه الامنيه. النتيجه الاساسيه لما سمي بيوم انتفاضه الشباب المسلم ستعطي إشارة أساسية أن قدرة التيار الإسلامي خصوصا جماعة الإخوان وأنصارها على الحشد صارت قليلة للغاية، لكنها في نفس الوقت تشير إلى أن قدرتهم على الإيذاء وعلى العنف صارت أكبر مما كانت. عاش المواطن المصري ما بات يعرف بيوم انتفاضة الشباب المسلم بين أداء أمني مكثف متأهب وشوارع كادت أن تكون خالية من المارة والسيارات، وذلك على وقع مظاهرات محدودة ولكنها شهدت بعضا من أعمال العنف. حنان مسلم، BBC.